ليلي محمد بتقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما الحكم في الحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشؤون اليومية والحياة، وأتخيل إن هو بيرد عليا؟ يعني عبث. النبي عليه الصلاة والسلام حي في قبره مفيش شك، والنبي عليه الصلاة والسلام تعرض عليه أعمال أمته ويقول: فما رأيت من خير حمدت الله، وما رأيت غير ذلك استغفر، وإن رأيت غير ذلك استغفرت الله لي ولكم. كويس. لكن أنا حتى في بعض الصالحين يحصل لهم كرامات مثلا، أو يشوفوا النبي عليه الصلاة والسلام في المنام أو كذا، لكن ده مفيش حاجة مني خالص، ده أنا قاعد كده مني لنفسي، وبعدين بتخيل إن أنا قاعد بتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام وبيرد عليا. إيه حكم ده؟ ملوش حكم، حكمه إنه عبث. يعني لا هقول لك مستحب، ولا هقول لك حرام، ولا هقول لك شرك، ولا هقول لك بدعة، ولا ده عبث. واحد بيكلم نفسه، لا هو شايف الرسول عليه الصلاة والسلام لا مناما ولا يقظة، لا هو في أصلا حوار حصل بينه وبينه، ده بيتخيل إن هو بيتكلم والنبي بيرد عليه عليه الصلاة والسلام. ده مش شيء يعني يمدح عليه الإنسان، ولا كذلك أقول لك إن هو حرام، لكن ده ممكن يعني الاستمرار عليه يكون محتاج، يعني ممكن يكون أمر على حاجة معينة، لكن أنا ما أعرفش. لكن على كل حال هذا شيء لا يأمر به الشرع. الأحسن بقى من إن إحنا نتخيل إن إحنا بنكلم النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيرد علينا، إن إحنا نكثر من الصلاة عليه. تعرفي لو أكثرتي من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هيجيلك في المنام وهيكلمك بقى فعلا. ممكن كانوا بيحكوا حكاية إن في واحد راح للشيخ بتاعه، قال له: يا مولانا الشيخ، أنا نفسي ومنى عيني إن أنا أشوف الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام، أعمل إيه؟ قال له: بس تعالى أقضي عندي ليلة وهتشوف الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام. قال له: ماشي. راح له قضى عنده الليلة، الراجل جاب له عشاء، بص لقى العشاء عبارة عن إيه؟ عن سمك مملح. كل كل ياكل ياكل سمك وبتاع مملح بقى. خلص الأكل وغسل إيده كده، ممكن بقى نشرب؟ قال له: لا والله معلش، ده المية مفيش مية عندنا، المية مقطوعة. طب ده هو الحاجات المملحة دي شديدة الملوحة دي بتخلي الإنسان عطشان، وتلاقي الواحد بقى مثلا يقوم قايم من عز الليل وهو عطشان عشان يقربع شوية مية بعد ما ياكل مثلا رنجة، ولا ياكل حاجات من الحاجات اللي بالكوا فيها دي. صاحبنا أكل لما يعني شبع على الآخر ومفيش مية، قال له: خلاص هنعمل إيه؟ يلا خش بقى نام عشان الصبح يحلها الحلاق. دخل نام، تاني يوم الصبح تقابله الشيخ بيقول له: ها شفت إيه في المنام؟ قال له: يا مولانا، انا طول الليل بحلم بحنفيات ميه مفتوحه، وان الدنيا بتمطر، وان مش عارف في بحيره قدام، حاجات كده، حاجات كلها ميه. ايه ايه ليه هو حلم بالميه؟ لانه عطشان، فعقله الباطن متعلق بشده بالميه، فعمال يعني يسليه ويصبره انه يشوف جدول ماء السماء بتمطر، انه مش عارف بيشرب من الحنفيه، حاجات من هذا القبيل. الشيخ قال له: اذن لو تعلق قلبك بالنبي عليه الصلاة والسلام كما تعلق قلبك بالماء لرأيته. فكذلك، فعني عايز تشوف الرسول عليه الصلاة والسلام بقى علي قلبك بيه، صلي عليه عليه الصلاة والسلام، خلي له جزء كبير من وردك في الصلاة عليه، اقري في الشمائل المحمدية، في السيرة النبوية، في الحاجات الجميلة اللي تخلي عليه الصلاة والسلام حاضر معاكي بأخلاقه، حاضر معاكي بسنته، حاضر معاكي بكريم صفاته ليلك ونهارك. فلما تتعلقي بيه كده زي ما البنت كده، ايه الاثنين اللي بيحبوا بعض كده يقعدوا يفكروا في بعض طول النهار، يقوم يبقى في اماره بقى انه يشوفك وتشوفيه. لكن اقعد اتكلم كده مع الهوا واقول اصل انا بتكلم مع الهوا والهوا بيرد، بتخيل الرسول بيرد عليا عليه الصلاه والسلام، لا مش حاجه يعني ايه نامرك بيها او نثني عليكي فيها.